السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مرض جرب الأغنام. إزاي تعرف تشخص المرض، وإيه هي أعراضه، وإيه هو سبب المرض، وإزاي تميزه بينه وبين الأمراض التانية اللي بتصيب الجلد وبتسبب سقوط الصوف. لان في اربع امراض اساسيه بتصيب الجلد، او بمعنى اصح في اربع امراض اساسيه بتصيب الاغنام بتسبب سقوط الشعر، وده ان شاء الله هنتكلم عنه الفيديو الجاي ان شاء الله بالتفصيل، عشان تعرف تميز بين كل مرض والتاني. ازاي هتعرف تميز بين كل واحد والتاني؟ ده ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. النهارده هتكلم عن مرض الجرب. مرض الجرب هو عباره عن مرض بيصيب جلد الاغنام، بتسببه حشره الجرب بتتطفل على جلد الغنم وبتسبب سقوط الشعر او الصوف. ايه هي الاعراض بتاعته؟ اعراض بتاعته زي ما احنا شايفين، انا عندي خروف هنا او اتنين فيهم جرب، اهو واحد اهو الابيض ده اهو اللي جاي، شوف ما بين قرونه في حته ما فيهاش شعر، لاحظ بوجود قشره بيضه مكان سقوط الشعر، دي العلامه المميزه بتاعت الجرب. لان في مرض تاني الجوب ان شاء الله ده هنتكلم عنه برضك باذن الله في الحلقه الجايه ان شاء الله، عشان تعرف تميز الجوب عن الجرب، لان العلاج يختلف عن الاثنين. لاحظ الخروفين اللي واقفين جنب بعض دول، ده خروف اهو اللي في وشه، الخروف ده وشه كله اسمر زي ما انت شايف القشره البيضاء اهي، اهي شايف معايا الخروف دي، ده وشه اسود كله، الشعر وقع، وزي ما انت شايف القشره البيضاء اهي اللي طالعه، ده مرض الجرب. طبعا المرض الجرب مرض معدي بينتشر بالاغنام اذا ما عالجتوش. علاجه سهل جدا طالما عالجته في البدايه، وكل ما تتاخر كل ما البقعه بتنتشر والقشره بتبقى تخينه زياده عن اللزوم، بتتخن القشره البيضاء بالذات سمكه، وبتطول في علاجها بعد كده، زائد انها بتنتشر لك في الغنم كلها. طبعا بسبب الخروف ده في خروف تاني اتصاب اهو، لاحظ ما بين قرونه القشرة البيضة واضحة اهي، بدأ دي البداية لسه اهي، شايف القشرة البيضة ما بين القرون، الشعر وقع، الصوف وقع ويبدأ يطلع مكانه القشرة البيضة. ده مرض الجرب اساسي، بيبدأ في الوش والودان يعني في الراس عموما، وبيبدأ ينتشر في الجسم. العلاج بتاعه سهل جدا، عاوز تعالج موضعي الجزء اللي ظاهر بس في حالة الحاجة عشار، في حالة امهات عشار، لان الدواء اللي بيتاخد للطفيليات ممكن ياثر على العشار، ممكن يسبب اجهاض للحمل. فانت بالنسبه للعشار هتستخدم حاجات موضعي زي مرهم الكبريت، او زيت العربيات المحروق، زيت السيارات المحروق، زيت الاسود برضك بيجيب نتيجه، بس اهم شيء يكون بعيد عن العين. اول حاجه بتحك المكان كويس، بتحك القشره البيضة دي بالكامل لغايه ما تطلع دم باي حاجه خشنه، بتحكها لغايه ما يبقى لونها احمر، هي زي ما انت شايف لونها ابيض، القشره لونها ابيض، بتحكها لغايه ما يبقى لونها احمر، وبتبدا تدهنها مرهم كبريت او بتحط عليها زيت وسخ طالما بعيده عن العين. لا في قريبه من العين ممكن توصل العين تعمل مشكله في العين، لا خليك في المرهم الكبريت. بتعملها مرتين او ثلاثه ان شاء الله وبتختفي تماما، وبتطلع يبدا يطلع الشعر من جديد. طبعا بس العلاج ده علاج موضعي، يعني المكان اللي انت دهنته بس هو اللي هيخف، لكن لو في اي مكان انت مش شايفه مش هيخف. لازم تدور تقلب في الغنم كويس، اللي هي اللي في ظهر فيها الجرب تقلبها كويس من كل مكان، في الضوافر من تحت والراس، وتدور في اللية من ورا، هتشوف اي مكان فيه جرب لو هي حاجة عشار زي ما قلت. اما لو هي مش عشر، خروف ذكر او امهات فاضية، لا طبعا العلاج الافضل هو الايفوماك، الايفوماك السوبر اللي بتاخد 1 سنتي لكل 50 كيلو تحت الجلد، وان شاء الله لو الجرب زيادة عن اللزوم اسبوع او 10 ايام وبتعيد الجرعة تاني. لو الاصابة اتأخرت في علاجها والاصابة شديدة اسبوع وبتعيد الجرعة، اسبوع او 10 ايام وبتعيد الجرعة تاني، سنتي لكل 50 كيلو. طبعا ده بالنسبة للاردني او الامريكي، لو حاجات تانية اقل شوية في المصري بيبقى مفعوله ضعيف بياخد 2 سنتي، يعني الخروف ده انا مديله 2 سنتي ايفوماك مصري سوبر، بس مصري مديله 2 سنتي. طبعا لكن الاردني سنتي واحد كفايه خالص، والامريكي برضك سنتي واحد كفايه للاحجام دي.
طبعا زي ما قلنا العلامه المميزه وجود القشره البيضاء ديت في مكان سقوط الشعر. طبعا باقي الجسم الشعر بتاعه جامد مفيش فيه اي مشكله تشده، مفيش اي مشكله ما بيطلعش في ايدك، ما بيطلعش في ايدك الشعر، الشعر كله جسم، لان في امراض تانية قلنا زي ما قلنا في الفيديو الجاي ان شاء الله هنميزها بالتفصيل، في امراض بتسبب سقوط الشعر في الجسم كله. وزي ما قلنا العلاج علاج بسيط طالما اتلحق في بدايته، كل ما تتاخر كل ما العلاج بيطول اكتر او بيحتاج شغل منك اكتر. والنقطه الاهم طبعا بالنسبه للحشره دي، حشره الجرب، هي سهل القضاء عليها جدا. حشره بمجرد ما تصيب، بمجرد ما بيجي عليها اي مطهر، اي مضاد مبيد حشري، اي مبيد حشري مباشره، انهم مبيد حشري بتاع البراغيث والجراد والطفيلات الخارجيه عموما يعني، ده كله والامل ده كله بمجرد ما بيلمسها الدواء بتموت على طول الحشره. بس هي بتبقى محميه في القشره البيضاء اللي بتعملها نتيجه تاكل الجلد. القشره البيضاء دي ناتجه عن تاكل الجلد، الحشره بتاكل في الجلد، وبعض الاحيان بيصيب الانسان طبعا يعني، بس مش هي الحشره تختلف، بس في بعض الانواع ممكن بيصيبك شويه من الجرب طبعا، بس الحمد لله عمرها ما حصلت يعني الحمد لله. زي ما قلنا الحشره مجرد ما يجيها يجي عليها اي مبيد الحشري بتموت على طول. طبعا انت عشان تموتها لازم تحك مكان القشره البيضاء تحكها عشان تعري الطبقه اللي هي محميه فيها الحشره، لان يعني الحشره قاعده تحت الطبقه دي، الطبقه دي ما بتوصلش المرهم الكبريت او لو هترش بيوتوكس او جاز، ده ما بيخليش القشره البيضاء ما بتخليش الدواء يوصل للحشره في حالة الدهان الموضعي. يعني لازم تحك القشرة البيضة دي الأول قبل ما تعمل أي دهان موضعي. أما في حالة الأيفوماك مش لازم تحك ومش لازم تنظف أي حاجة، بمجرد ما الأيفوماك بتاعك نظيف وكويس وفعال، بمجرد ما بتحقن في خلال أسبوع بتقع القشرة ويبدأ يطلع الشعر من جديد في مكان الجرب. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.